الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والرجم حق على من زنى وقد أحصن. الرجم هو الرمي بالحجارة لمن زنى وكان محصناً، ويرجم حتى يموت، يرجم حتى يموت. والإحصان هو من سبق له وطء في نكاح صحيح. الإحصان أو المحصن، المحصن هو من سبق له وطء في نكاح صحيح، يعني من سبق له وطء في زنا فليس بمحصن، وكذلك من عقد على امرأة ولم يطأها ولم يجامعها وطلقها فليس بمحصن، وكذلك من عقد على امرأة وقبل أن يجامعها ماتت فليس بمحصن، وكذلك من عقد على امرأة وجامعها ثم طلقها أو ماتت فهو محصن، حتى لو جامعها مرة واحدة في نكاح صحيح ثم طلقها أو ماتت فهو محصن. فإذا زنى بعد ذلك فإنه يرجم حتى الموت. وكذلك ترجم المرأة التي زنى بها إن كانت أيضا محصنة بهذا المعنى الذي سبق. فهمت ولا نعيد ثاني؟ ها؟ طيب، المحصن هو من سبق له وطء يعني جماع في نكاح صحيح، يعني إنسان يتزوج مرة وجامع وتوفيت بعد يوم طوالي أو طلقه، الآن بقى ما متزوج صح؟ لكن في حكم الشرع هو شنو؟ محصن. لو مشى زنى بعد ذاك فهذا شنو؟ يرجم. طيب، والرجم ثابت بالكتاب في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لو زول قال لك وين الرجم في الآية؟ ولا الآية قالت أي شيء أمركم به النبي عليه الصلاة والسلام فخذوه، وأي شيء سنه لكم النبي عليه الصلاة والسلام فخذوه، إما بالقول أو الفعل أو التقرير تأخذوا طوالي، وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب، هل كان من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه رجم؟ رجم، رجم ماعز ابن مالك رضي الله عنه، رجم ماعز ابن مالك رضي الله عنه، ورجم المرأة الجهنية، ودي قصتها معلومة عندكم. لما جاءت قالت: إني أصبت حدا فطهرني يا رسول الله، فاستفسر منا النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت حبلى من الزنا يعني حامل من الزنا، وقال: اذهبي حتى تضعيه. جاءت راجعة قال: ارجعي حتى تفطميه. وجاءت بعد ذاك مرة ثالثة راجعة وشايلاه في يده كسرة من خبز، دلالة على انه استغنى عن لبنها، انه فطم يعني ياكل في كسرة من خبز. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام ان يشد عليها ثيابها وان يحفر لها، فرجمت حتى ماتت، وصلى عليها، فقال عمر: يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ قال: قد تابت توبة، لو قسمت على أهل المدينة لا وسعتهم. دي هي المرأة الجهنية نفسها. طيب، تسمى الجهنية أيضا كما جاء في صحيح مسلم، هي من قبيلة جهينة. طيب، وكذلك رجم غيرهما النبي عليه الصلاة والسلام.
ورجم بعده عمر بن الخطاب والخلفاء والأئمة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من القرآن الآية التي نسخت لفظا وبقيت حكما، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. بعض العلماء قالوا هذه الآية أو هذا الكلام لم يثبت، بلاقيكم الكلام، ولكن الصحيح أنه ثبت في صحيح البخاري من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الرجم حق، وكان فيما قرأنا من كتاب الله، يعني يقصد شنو؟ هذه الآية. وقال عمر: وسيجيء أقوام ويقولون لا رجم في الإسلام، إلى آخر ما قال. قال: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، أو كما قال، والأثر موجود في صحيح البخاري. يبقى ثاني ما في طريقة لشنو؟ للتشكيك في صحة هذا الكلام. فالرجم ثابت بالكتاب والسنة. من الشبهات التي ينكر بها العقلانيون والعلمانيون مسألة الرجم الفهم الخاطئ لآية من سورة النساء، وهي قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذي أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الحتة دي هم عندهم فيها شبهة، ودي جابوها بعد ترابي اللي اسمه أبو بكر عبد الرازي، جاب للدجال والدجال بقى تلفت ما قدر يرد، وزنقوا في الحتة دي بس. فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والآية هنا تتكلم عن الإماء المملوكات. إذا الواحد زنت ربنا قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الشعب قال المحصنات يعني المتزوجات، ودي الغشة بها الدجال، دي الغشة بها، ودي أعظم حتة. لو فكيت الحتة دي خلاص الشبهة زالت. يعني المحصنات يعني المزوجات، وإنتوا بتقولوا المتزوجة إذا زنت يحصل لها شنو؟ يرجموها. وهنا ربنا قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يبقى الرجم ينصفوه كيف؟ يجعلوا نص كيف؟ كيف يدوه نص حجار كيف يعني؟ دجال لفه ودور وحق قصة السمك وما بعرفه والكبدة والأخير ضيع الشغل. فعليهن نصف ما على المحصنات. صح، المحصنة تأتي أحيانا في نصوص الكتاب والسنة، والمحصن يعني المتزوج، ده معنى صحيح. انتبهوا للحتة دي مهمة يا جماعة. عليكم السلام، فضل فضل يا شيخ. والمحصنة فضل، والمحصنة تأتي، كلمة محصن أو محصنة تأتي أحيانا ليس بمعنى المتزوج، وإنما تأتي أحيانا بمعنى البكر والعفيف أو العفيفة والبكرة. الدليل شنو؟ الدليل الآية ذاتها، لكن هو ما انتبه. أقرأ من البداية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح أن ينكح شنو؟
المحصنات الغافلات ينكح يعني يتزوج. فإذا كان معنى المحصنات يعني المتزوجات في كل حالة، كيف ربنا يقول أن ينكح المحصنات؟ كيف يتزوج المحصن المزوجة؟ هل يجوز له يتزوج المتزوجة؟ إذا معنى المحصنات هنا في الحتة دي ما معنات المزوجة، بل معنات البكرة العفيفة. يبقى فإذا أحصن، فإذا أحصن فعليهن، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الأبكار من العذاب. والبكرة إذا زنت عذاب شنو في الدنيا؟ عقاب شنو؟ الجلد كم؟ 100 جلدة. إذن فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الأبكار، إذا البكرة زنت نصفها كم؟ 50. نصف 100 جلدة 50. عشان كده أجمع العلماء إنه الأمة المملوكة إذا زنت يعملوا لها شنو؟ يجلدوها 50 جلدة. ولا رجم على المملوكة أصلا. ليه ما عندها رجم؟ الدليل الآية دي واحد. اثنين، قالوا لأن المملوك والمملوكة لسيدهم حق عليهم، هو اشتراهم وعنده حق عليهم، صحيح ولا ما صحيح؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما عبد أبق من مواليه، أبق يعني شرد، أبق من مواليه فهو كافر. حديث صحيح. ده يدل على إنه سيد المملوك أو سيد الأمة المملوكة عنده حق عظيم عليهم، صحيح ولا ما صحيح؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام 3 لا تجاوز صلاتهم آذانهم. حديث صحيح الألباني في سنن الترمذي. عبد أبق من مواليه حتى يرجع، ده مهما يصلي قال صلاته ما بتطلع فوق، اضمنه ده ما بتعدي عليه فوق. وامرأة خرجت من بيت زوجها حتى ترجع، طلعت بدون إذنه، مهما صلت صلاته ما تمشي فوق. وإمام قوم وهم له كارهون. وهنا العلماء قالوا لأنه الآن ممكن تقوم ماسك لك مسجد فيه صوفية يكرهوك لأنك على السنة ويقوم يجيبوا لك الحديث ده. لا لا، العلماء قالوا ده ما المقصود، المقصود أن يكرهوك بحق، هم يكون معهم الحق مش أنت معاك الحق، قيمة التوحيد وقيمة السنة. فأعداء السنة يقوم يكرهوك يجيبوا لك الحديث يقول لك لا خلي الجامع، يجيب واحد مشرك محلك، لا ده ما المقصود، كما قال المبارك فوري رحمه الله تعالى. طيب، إذن هذا الحديث أيضا يدل على أن السيد له حق على شنو؟ المملوك. على المملوك، سواء كان عبدا أو أمة، سواء كان عبدا أو أمة فعنده حق. عشان كده العلماء قالوا، الفقهاء قالوا فإذا كان على المملوكة دي إذا زنت مشت برا هناك زنت وكانت مزوجة يرجموها يقتلوها، ضاع حق منه؟ ضاع حق سيدها. فلذلك لا رجم على الأمة، إنما عليها الجلد وعليها النصف من الجلد كما نصت الآية، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. كده واضحة يا جماعة؟ بس شوفها بس في الحتة دي، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب، تاني ما في شبهة في الرجم، شبهات التانية بتكون يعني شبهات واهية، يقول لك ده ينافي حقوق الإنسان وينافي شنو. والغريب إنه الخوايات نفسهم عندهم طرق للقتل ولإقامة قوانينهم على الجاني والله بشعة جدا. هسه خش اليوتيوب شوف الأمريكان، الواحد إذا حكموا عليه بالإعدام بيعدموه كيف؟ هسه افتح شوف، بيكهربوه مرة واحدة، وكرسي كده يجيبوا لك يكهربوه بلاوي ثقيلة. فهم كذابين لما يقولوا ياخذ فيه الإسلام فيه كذا، هم عندهم الشيء السيء هم، لكن الإسلام نزل من عند حكيم خبير، وربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح العباد وما يؤدب العباد. فقد قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أصول السنة يا جماعة التي قام عليها الدين
الإيمان بالرجم. إنه في شنو يا جماعة؟ الرجم. الإمام أحمد ليه ذكر الرجم في أصول السنة؟ لأنه ده أصل عظيم من أصول السنة. من أنكره فقد كذب الله ورسوله وقد كفر، إلا أن يكون جاهلا فإنه يعلم. نعم. بعد ذاك الأصل الثاني برضو من أصول أهل السنة، أيوة. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا. نعم، الانتقاص يا جماعة من الصحابة هو من السب للصحابة، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما عرف السب قال هو كل كلمة قصد بها الانتقاص أو الاحتقار أو الاستخفاف بأحد من الناس، أي كلمة قصدت بها التنقيص من قدر شخص أو الاستخفاف به أو الاستهزاء إلى غير ذلك فهذا سب، فهذا سب. فالإمام أحمد هنا يتكلم عن من ينتقصون ويسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو أحدا من الصحابة رضي الله عنه. من فعل ذلك فهو مبتدع، مبتدع بالاتفاق. واختلف العلماء في كفره، لكن قالوا من سب عائشة أو رماها بالزنا فهذا كافر، واتفقوا في سب بعض الصحابة واختلفوا في الطعن فيهم جميعا، هل هو كافر كفر، هل هو كافر أم مبتدع، لكن اتفقوا على أنه مبتدع، وهذا الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، ذهب كامل، ما بلغ مد صحابي ولا شنو ولا نصيفه. ده المد يا جماعة كده، وهو ملية يدين الرجل المعتدل الخلقة، ما زول يكون يدين كبار طالب ولا زول يكون يدين صغار، اليدين الوسط إذا مليتهم الاثنين مع بعض كده ده شنو؟ ده المد. الملية الواحدة من الاثنين الاثنين ده المد، اليدين الاثنين وكده الواحدة ده نص المد. فتخيل لو في واحد فينا أنفق قدر جبل أحد ذهب خالص وكان نيته خالصة لوجه الله ما عنده رياء، وجاء صحابي شايل قدر موت كده أو قدر النص كده أنفق، وإنت أنفقت قدر جبل أحد وكمان ذهب ونيته خالصة، ما بتبلغ الصحابي الأنفق موت ولا نص الموت. ليه؟ لأنه ذيك يا جماعة أول حاجة إخلاصهم إخلاص كامل. نمرة اثنين، فاقونا بصحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه منزلة لا يبلغها أحد ممن جاء بعدهم أبدا. حتى الحديث اللي بيجيبوا شبهة قال أنتم أصحابي ولما يأتي إخواني بعد للعامل منهم أجر 50، قيل منا يا رسول الله أو منهم، قال بل منكم. فده أخذوه زي ما أخذوا القراي، قال معناته ده معناته قال حيجوا ناس في آخر الزمان أفضل وأعلى قدرا من الصحابة ذاته. الشيخ الفوزان حفظه الله قال هذا تفضيل في جزئية معينة وليس تفضيلا بالكلية، يعني خلاصة كلام. الآن ممكن واحد فيكم بيقيم الليل، عادته كده يقيم الليل ويخلص النية، واحد تاني بيزول بيقيم الليل، لكن في واحد تاني مثلا ما بيقيم الليل لكن عنده أعمال أخرى أعظم من أعمالك ذاتها ويفوق أجره حتى على قيام الليل أو على الاعتكاف، كقول النبي عليه الصلاة والسلام
لئن أمشي في حاجة أخي أحب لي من أن أعتكف في مسجد هذا شهر. والاعتكاف والقيام وفي وغيره وفي وغيره. لكن اللي بيمشي في حاجة الناس ويقضي حوائج المسلمين قال ده أعظم أجرا من ذاك. ممكن نقول ده أفضل من ده في مسألة شنو؟ قيام الليل اللي هي جزئية شنو؟ معينة. لكن ذاك أفضل من ده في الأجر عموما، لأنه عنده جزئيات وأعمال فاضل أكثر من ده. أنا بزار أقرب لكم الفهم. فقالوا لأنه اللي بيجوا آخر الزمان من الصالحين والموحدين والمتمسكين بالدين ما عندهم معين، لكن في المدينة لما كان في دولة المدينة والصحابة لقوا إعانة وكانوا يعينون بعضهم البعض، وكان من بينهم النبي عليه الصلاة والسلام ويعينهم على ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فقالوا دي في جزئية معينة تفضيل، ما معناته في واحد أفضل من شنو؟ من الصحابة، واحد من البجو آخر الزمن، إنما في جزئية معينة. لكن بالكلية الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم جميعا، وما في أحد جاء بعد الصحابة ولو من التابعين ولو من التابع التابعين ولو من الأئمة الأربعة ولو من غيرهم، ما في واحد أفضل من واحد من الصحابة أو الصحابيات. بنص هذا الحديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا نصيفه. أما الشيخ ربيع حفظه الله قال إنه منكم، لفظة منكم دي قال دي ضعيفة، قال هو حققه وبحثه لقى شنو ضعيفة. أجر 50 قالوا منهم أو منا، قال بل منكم دي ضعيفة، وإنما قال الصحيح له أجر 50 ما قال منكم، يعني ما قال أجر أفضل له أجر 50 من الصحابة، دي قال ما في. نعم. كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. والنفاق هو الكفر. والصحابة يا جماعة هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح. ليه قالوا كل من لقي؟ أنه في تعريف يقول كل من رأى النبي، ده ما صحيح، لأنه في صحابة عميان كعبد الله ابن أم مكتوم، وكالرجل الضرير الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أدعو الله أن يرد علي بصري. فتعريف الصحابي بقولهم هو كل من رأى النبي هذا خطأ، لأن من الصحابة هو صحابي ولكنه لم يرى النبي لأنه أعمى ضرير. إذن التعريف الصحيح للصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس آمنوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمنه في حياته لكن ما لقوه، هل يعد من الصحابة؟ ما يعد من الصحابة، زي منه؟ زي النجاش. في ناس آخرين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام ولما ينبأ بعد وآمنوا بما جاء به من التوحيد والعقيدة الصحيحة، وإن لم يؤمنوا بالتفاصيل لأنهم ما أدركوها، فهؤلاء أيضا ليسوا بصحابة، أدركوا زمنه وحدوا ربنا لكن ما أدركوا زمن نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، كمن ورقة وكمن زيد بن عمرو بن نفيل، والد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ده أحد العشر المبشرين بالجنة، والده ده كان يتكئ عند الكعبة ويقول يا معشر قريش الشاة، ده قبل الإسلام، خلقها الله وأنزل لها وأنبت لها الكلأ وأنزل لها الماء وأنبت لها الكلأ والعشب تذبحونها لغير الله. وكان يتكئ على الكعبة ويقول يا معشر قريش والله ما أحد منكم على دين إبراهيم غيري. وذهب إلى الشام يبحث عن الدين الصحيح، فلقى يهودي حبر يهودي وسأله
عن دين التوحيد، قال لو دخلت في دين اليهودية ستأخذ نصيبك من لعنة الله أو من غضب الله. ومشى لواحد نصراني قسيس برضو قال لو دخلت معانا حتأخذ نصيبك من لعنة الله، وما أرى ما تبحث عنه إلا أن يكون حنيفا، وإنه أوان نبي ببلادك بلاد العرب. أرجع قال له في نبي الآن حيصر، فراجع في الطريق شندرك نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فعدى عليه بعض اللصوص فقتلوه، وقبل أن يموت كان يقول اللهم إني لا أدري على أي الوجه أعبدك، ولو علمت لعبدتك به، وكان يسجد على دابته أو راحلته لله سبحانه وتعالى ومات. فلما جاء سعيد بن زيد صحابي الجليل للنبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن حال أبيه قال إن أباك يبعث يوم القيامة أمة وحده. المهم لكن ده ما بيعد من شنو يا جماعة؟ من الصحابة. وكذلك النجاشي لا يعد من الصحابة بل هو من التابعين رحمه الله تعالى. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره. النفاق من النفق وهو الجحر، وقال بعضهم من لغة من نافقاء اليربوع. اليربوع الفار ده بيقوم بقيد شنو؟ أو البشبه ده بيقوم بقيد بجاي، تجي تحرس بالحفرة إذا تضرب وشايل عكازك بيقوم بيطلع بغادي، بقيد قدة تاني بيمرق بغادي، أو يكون عنده 16 جحر. فلأنه بيقعد تحت ويدس نفسه وينافق، يطلع بهنا وتجي بهنا يحفر بهنا، سمي من هذا النفاق، لأن المنافق يظهر خلاف ما شنو؟ خلاف ما يبطن. والنفاق نوعان، نفاق عملي وهو من كبائر الذنوب وغير مخرج من الملة لكنه من كبائر الذنوب العظيمة، وهو الذي جاء في الأحاديث كقول النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاثة، وقوله أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. في مجموع الروايات جاءت خمسة خصال هنا، وفي رواية قال أربع، وفي رواية قال ثلاث، لكن لما تجمع بتلقى خمسة خصال في هذه المسائل. هذا يسمى بالنفاق العملي وهو غير مخرج من الملة كما قال العلماء. النوع الثاني وهو النفاق الاعتقادي وهو الكفر المخرج من الملة، وهو كنفاق المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين. ربنا قال ده الكفار، قال ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ده الكفار، حتى إذا صلوا وصاموا ده الكفار، لأنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. والسبب في إظهارهم للإسلام وإبطانهم للكفر بعد غزوة بدر، طبعا لما النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة قالوا كان ده اليوم الدار ينصب فيه بعض الناس عبد الله ابن أبي بن سلول على المدينة، ده اليوم الدار يتوجوا فيه. فجاء داخل النبي عليه الصلاة والسلام، فابن سلول شغلته كلها جاطت. المهم وبقى يحقد ويكيد للإسلام وما أظهروا إنهم مسلمين لحد الوقت ده، حتى جاءت غزوة بدر وما أصلا ما كانوا متصورين المسلمين ده اللي حينتصروا. فلما انتصر المسلمون على الكفار جمع ابن أبي أصحابه من الكفار، قال لهم إن هذا أمر قد توجه أو توجه، قال الموضوع ده طويل، الموضوع ده ماشي قدام، وإني أرى أن ندخل في دينهم ظاهرا وأن نبطن ديننا، ندخل نعمل فيها مسلمين، لأنه قال لهم الموضوع ده بقى قوي ما بينفع تاني نصر الكفر بتاعنا، ندس جوه نعمل فيها شنو؟ مسلمين.
شكرا ربنا قال اتخذوا أيمانهم جنة. جنة من شنو؟ الجنة يعني الوقاية، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصوم جنة، يعني وقاية من الذنوب والمعاصي وكذا. فهنا اتخذوا أيمانهم جنة، حلفوا إنهم مؤمنين وإنهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأقسموا إنهم مؤمنين بالرسول عليه الصلاة والسلام، اتخذوا وقاية من السيف، لأنه من بدل دينه شنو؟ فاقتلوا. وربنا قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم، فهم مشركين كفار لكن قالوا نحن مسلمين عشان بث السيف، خايفين من السيف. وده فيه دليل على إنه الإسلام عليه بشنو يا جماعة؟ بالظاهر، بالظاهر. إذا شهدت الشهادتين في الظاهر وصليت وصمت بالظاهر، الإسلام ما أمرنا إن ننقب عن قلبك، لقوله عليه الصلاة والسلام إني لمؤمر أن أنقب عن قلوب الناس، وقال له هل لا شققت عن قلبي. فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وهم كفار أصلا، كما قال تعالى إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نعم. أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. طيب، ثلاث من كن فيه كان منافقا فهو منافق، قال هذا نرويه على التغليظ ولا نفسرها. قالوا معنى هذا الكلام من كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن تذكر مثل هذه الأحاديث لعامة الناس هكذا للتغليظ عليهم ولتنفير العامة من مثل هذه الذنوب. الرسول قال فهو منافق، أنت في الخطبة تقول لهم ثلاث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق، إذا حدث كذب، وإذا ما تقول لهم أكين النفاق في عملي وهو أصغر وغير مخرج من الملة. العام يقول لك أيوة، يعني ما بطلع يعني برا، خلاص ربنا غفور رحيم يقوم يسويها. فقالوا ترويها شنو؟ للتغليظ. عشان كده قال سفيان بن عيينة في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر، من أتى حائضا فقد كفر، من أتى امرأته في دبورها فقد كفر. دي حديث صحيح. قالوا ترويها كده بذات للعامة، ما تمشي تقوله من الكفر أصغر، العام ممكن يقول لك كفر صغير خلاص يا أخي ما في مشكلة، لا قالوا تقوله زي ما هي. أما لطلاب العلم أو في الحالة الثانية لمناقشة الخوارج، قالوا هنا تبين المقصود الكفر شنو دون الكفر. وقالوا العلماء ما بينوا إنه معنى هذا الحديث كفر دون كفر في الغالب إلا ردا على الخوارج، لأن الخوارج كفروا الأمة المسلمة بمثل هذه النصوص. قالوا كفر منافق، قالوا خلاص أكبر خارج من الملة. أهل السنة هنا يحتاجوا للتفصيل. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، جوف الصلولوم قال لهم صح، قال وقتاله كفر، لكن هناك في الآية ربنا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فهم اقتتلوا لكن ربنا أثبت لهم الإيمان، بل قال من المؤمنين الاثنين الطائفتين مع أنهم اقتتلوا. يبقى معنى الحديث وقتاله كفر، كفر غير مخرج من دائرة المؤمنين. بعد أهل السنة بقى حجون بالنصوص، لكن الأصل تروي هكذا للتغليظ. قالوا ده المعنى الأول. المعنى الثاني ولا نفسرها، يعني لا نفسرها تفسيرا باطلا، وإنما إذا احتجنا إلى تفسيرها نفسرها تفسيرا صحيحا. المعنى الأول شنو؟ إنه لا نفسرها لتنفير العامة من مثل هذه الذنوب. والمعنى الثاني ولا نفسرها، يعني لا نفسرها تفسيرا باطلا، وإنما التفسير يكون شنو؟ صحيح. نعم. وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، نعم، ده برضه هو من باب الكفر دون كفر، لكن الإمام أحمد قال لك ترويها هكذا للتغليظ. أيوه. ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، برضه ترويها هكذا، لكن من معتقد أهل السنة والجماعة الذي أجمعوا عليه سلفا وخلفا أن الذي يخلد في النار هو شنو؟ المشرك،
كافر كفر أكبر والمشرك شرك أكبر. لكن من كان دون ذلك مبتدع لكن ما خارج من الملة ومشرك شرك أكبر أو أتى بكبيرة من الكبائر هو متوعد بالنار، لكن من معتقد أهل السنة والجماعة بالإجماع أنه لا يخلد في النار إلا من كان مشركا أو كافرا كفر أكبر. أما ما دون ذلك ممكن يدخل النار إذا ربنا ما غفر له، لكن بيخرج منها ولا يخلد فيها إلا المشرك. نعم. ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم. ومثل من قال لأخيه، لكل أمثل على ما ذكرنا. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، برضو ترويها لهم كده عشان يخاف. لكن العلماء قالوا إذا قال لأخيه يا كافر وقصد الكفر الأكبر، فإن كان من قيل له يستحق الكفر الأكبر وقعد عليه، وإن كان لا يستحق الكفر الأكبر رجع على القائل كفرا أكبرا. ومن العلماء من قال إذا كان يستحقها وقعد عليه، وإذا كان لا يستحقها رجعت على القائل كفرا أصغرا. قالوا لأنه قال في الحديث من قال لمن؟ لأخيه. نعم. والله أعلم. ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دقة. نعم. يعني من الكفر بالله التبرؤ من النسب، يعني زود بالكذب يقول أبوي ده ما جابني بالحلال أو كذا، أو يتهم شخص آخر، ده من الكفر الأصغر. نعم. ونحو هذه الأحاديث أحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها. كذلك نسلم لمثل هذه الأحاديث وغيرها من النصوص حتى لو ما علمنا يا جماعة تفسيره. وذكر الإمام أحمد مثل هذا الكلام فيما سبق من الدروس، حتى لو في مسألة القدر حتى لو ما عرفت المعنى قال شنو؟ نسلم ونؤمن. نعم. ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا يعني لا نتكلم فيها بالباطل ونؤولها بالخطأ. نعم. ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثلما جاءت. نعم. لا نردها إلا بأحق منها. نعم. والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان على الحقيقة، وهذا خلافاً لمذهب الجهمية والمعطلة، لأن الجهمية والمعطلة قالا الجنة والنار ليست بمخلوقتين الآن، ما في شاهد. قالوا لأنه وكت ما جاء، وخلقهم الآن قبل وقتهما قالوا هذا عبث. وطبعاً ده شغل بتاع شنو؟ بتاع تنظير، ما بتاع نصوص. النصوص كلها بتقول إنه مخلوقتان موجودتان الجنة والنار. قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت أني دخلت الجنة فوجدت فيها قصرا وبجانبه امرأة، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لفتى من العرب. قلت أنا من العرب. قالوا لفتى من قريش؟ قلت أنا من قريش، يعني من جمال هذا القصر وما فيه. قالوا لعمر بن الخطاب. قال فأردت الدخول فيه، ولكن لما قالوا له عمر قال ففررت خوفا من غيرتك يا عمر. فقال عمر أعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك حديث آخر في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت قال رأيت الجنة من مقامي هذا أو من مكاني هذا، فذهبت لأخذ منها عنقودا أو قال من عنب، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا.
وكذلك حديث الآخر احتجت الجنة لربها فقالت يا ربي يدخلني الضعفاء والمساكين، وقالت واحتجت النار فقالت يا ربي يدخلني الجبارون والمتكبرون. وأيضا الحديث الآخر قال النبي عليه الصلاة والسلام اشتكت النار إلى ربها فقالت أي ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي فأذن لها بنفسين، إلى آخر الأحاديث. دي كلها تدل أن الجنة والنار شنو؟ مخلوقتين موجودتين الآن، وقد أهبط منها من؟ آدم عليه السلام. والصحيح أن الجنة التي أهبط منها آدم هي جنة المأوى، أنه في خلاف بين العلماء هل هي جنة المأوى أم جنة أخرى، والصحيح كما رجح ابن كثير في البداية والنهاية هي جنة المأوى. نعم. كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمن إيمانا جازما أن الجنة والنار الآن مخلوقتان. نعم. كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قبر. بعدها يمثل لك الأحاديث والأمثلة على صدق ما قال أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. نعم. دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، فهي موجودة الجنة والنار. نعم. وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. نعم. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له لا يحجب عنه الاستغفار. طيب، لو مات إنسان من أهل القبلة يعني مسلم مات، فإنه من الواجب أن يصلى عليه، لكن الصلاة على الجنازة فرض كفاية وليست فرض عين، إنما فرض كفاية، إذا قام به قام بها جماعة من الناس تكفي، صارت في حق الباقين سنة مستحبة، إلا على الطفل الذي لم يبلغ فإن الصلاة عليه أصلا مستحبة. لما مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على الاستحباب، وكذلك الصلاة على الشهيد قتيل المعركة. ليه قلنا شهيد قتيل المعركة؟ ليه ضبطناه بقتيل المعركة؟ لأنه شهداء كثر وأنواع، فالشهيد قتيل المعركة تحديدا الصلاة عليه مستحبة، لأن الصلاة على الجنازة هي شفاعة ودعاء للميت، والشهيد الذي ثبتت شهادته حقا وصدقا مغفور له، بل هو يشفع في 70 من أهل بيته، ولذلك جعل الشرع الصلاة عليه مستحبة، وكذلك الصلاة على السقط. السقط بالطاء، السقط هو الذي سقط من بطن أمه قبل أن يكتمل، طلع بطن أمه عمره 8 شهور لكن نفخ فيه الروح ومات جوا بطن أمه وطلع، الصلاة عليه شنو يا جماعة؟ مستحبة، إذا صلوا عليه خير، إذا ما صلوا عليه ما في مشكلة، ما في ذنب. أما الصلاة على غير هؤلاء الثلاثة فهي فرض، فرض عين وفرض عفوا فرض كفائي وواجب كفائي، لازم يصلوا عليهم، لازم يصلوا عليهم، لكن ما واجب على أي مسلم لازم يصلي عليه، لأنه الآن في ناس مسلمين ماتوا في السعودية، تعرفينهم صليت عليهم الليلة فيه، عارفينهم، فما فرض عين وإنما فرض كفائي. ولهذا من مات من المسلمين بأرض
غير أرضهم أو بأي أرض ولم يصلي عليه أحد من المسلمين وجب على طائفة من المسلمين أن يصلوا عليه صلاة الغائب ولو كانوا في غير بلده، لكن إذا صلي عليه فإنه لا يشرع أن يصلى عليه صلاة الغائب، ما تشرع. والدليل حديث أبي هريرة في البخاري لما مات، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، لما مات النجاشي قام النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه وقال: لقد مات اليوم عبد لله صالح النجاشي أصحمة صاحب الحبشة، فقوموا فصلوا على صاحبكم. لأنه ما صلوا عليه. وليه ما صلوا عليه في الحبشة؟ لأنه ما كان مصير إسلامه. وده في ورد على التكفيرين والسرورية اللي بيكفروا المسلمين وبيكفروا الحكام المسلمين. يقول لك الحاكم إذا ما طبق الشرع كافر كفر أكبر بر الدين. النجاشي أسلم في نفسه وكان الحاكم لكن ما طبق الشرع، بدليل أنه ما صلوا عليه لأنه ما عارف أنه أصلا مسلم، ما عارف أنه أصلا مسلم، يعني ما طبق شيء من الشرع في الشعب، كان يبطن إسلامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صاحبكم، وقال عبد لله صالح، وقام صلى عليه. بل قال أبو هريرة: فصفنا ثلاثة صفوف واستقبل القبلة. ودي صفة الصلاة الغائب، تستقبل شنو؟ القبلة. قال: وكأن الجنازة موضوعة بين يديه أو بين عينيه وصلى. أما إذا صلوا عليه ما بيجوز يا جماعة، لأنه الآن بقت المسألة سياسية. إذا ما زور كده عظيم سياسي طوال يدل الجماعة شنو؟ أصحاب الحزب بتاعينه في الدول الثانية في كل دولة يقول لك صلاة الغائب. الله أكبر، دي بدعة ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى، لأنه أهل صلوا عليه وخلاص الموضوع انتهى. نعم. لكن صلاة الجنازة يؤمها الحاكم، بخلاف صلاة الجماعة يؤمها أقرأكم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمكم بالسنة، إن كانوا في السنة إلى آخر. صلاة الجنازة تحديدا إذا وجد الحاكم أو الوالي أو نائب في محل بتاع جنازة الحق بالصلاة المسؤول ذو السلطان وليس الحافظ لكتاب الله. الدليل ما رواه الحاكم وصححه الألباني من رواية أبي حازم رحمه الله، وده من التابعين، قال: لما مات الحسن ابن علي رضي الله عنهما رأيت الحسين ابن علي وبجانبه ابن سعيد، وكان ابن سعيد حاكما على المدينة آنذاك، فرأيت الحسين ابن علي وهو يقدم ابن سعيد، يعمل له كده في يده، يقول له: تقدم، فلولا أنها سنة لما قدمتك. وكان بينهما شيء، كان بيناتهم في حاجة من الخصام أو من الخلاف بين الحسين وبين هذا الرجل، فكان يلز الحسين مع أنه عنده معه خصومة لكن يطبق السنة رضي الله عنه وأرضاه، يلز من يده يقول له: تقدم، فلولا أنها سنة لما قدمتك. الشاهد وين؟ فلولا أنها شنو؟ سنة. والعلماء قالوا الصحابي لمن يقول هذا الأمر من السنة فإنه لا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى عن الصحابة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال ابن القيم: والصادقون هنا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الأحق بالإمام من؟ الحاكم أو الوالي أو نائبه. إذا لم يوجد لا الحاكم لا نائبه في مكان الجنازة، لأنه أحيانا يكون ما في، فإنه يقدم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة على الترتيب المذكور. دي حالة خاصة بصلاة الجنازة. لكن تنبيه آخر: لا يصلي العالم أو الرجل القدوة والإمام في الدين، من الأفضل أن لا يصلي على أصحاب الكبائر والفسق والمجون وإن كانوا مسلمين. يقدم زول تاني يفوت أو ما يجي من البيت، ده من سنة السلف الصالح رضي الله رحمهم الله تعالى.
قالوا زجرا له مثلا زول فنان فنان كبير جدا أو ممثل هو مسلم لكن زول مجرم ومشهور بالسكر أو بالفسق بالمجون مات أو مبتدع ما كافر لكن مبتدع فإن الزول العالم قالوا يتخلف عن الصلاة عليه زجرا وتنفيرا مما فعل وزجرا لغيره وورد في ذلك آثار عن الصحابة خلاص شبه كملنا اقرأ ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار يستغفر له لأنه مسلم أما المشرك لا يستغفر له ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في عمي أبي طالب لما مات لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك فنهاه الله عن الاستغفار للمشركين نعم ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا إلا يكفر ما تترك صلاة الجنازة على المسلم الميت إلا شنو يا جماعة يكون كافر كفر أكبر مشرك شرك أكبر نعم أمره إلى الله تعالى آخر الرسالة والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين كده خلصنا هذا الكتاب العظيم كتاب أصول السنة للإمام أحمد ويوصي العلماء بحفظ هذا المتن حفظ هذا المتن وهذا الكتاب وما تقول انت قريته وشرحه لك خلاص معناته موضوع انتهى كل مرة تعيده وتقراه وتعيد الشرح بل تدعو الناس إليه في المساجد في البيت عندك أبوك أمك أختك أخوانك زوجتك أولادك تعلمهم ما تعلمت فإذا أنفقت من العلم زادك الله منه وإذا أمسكت العلم نسيت العلم تنساه وسألك الله عنه الله بيسألك لكن بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج جزاكم الله خير